بس نشوف هذه الكلمة اللي بتمثل أو بتسجل هدف كبير. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. أستاذ الحضور، إن أنا طبعا شايف الحقيقة يعني حضور ما شاء الله، فاسمحوا لي كده أنا بتكلم عن الحضور بشكل عام، إذا كان أستاذ عمرو الجنايني أو مسؤول وزارة الشباب والرياضة أو الشركة الراعية أو برزنتيشن، والسادة الإعلاميين وأبطالنا اللي هم أبطال الدوري والكاس لله هذا الموسم وكاس السوبر. يعني الحقيقة يمكن موسم من النهاردة وقفت شوية مع السلوجان بتاع الاحتفال. السلوجان بيقول الأهلي لا يعرف المستحيل، وده بالفعل الموسم ده موسم كان موسم صعب جدا، موسم صعب جدا في بدايته لكم الإصابات اللي كان موجود، موسم صعب جدا لأن النادي الأهلي لعب مباريات كثيرة جدا جدا بشكل مضغوط، موسم صعب جدا لعدم حضور الجمهور، والجمهور ده شيء أساسي بالنسبة لنا، برضو موسم صعب لأن الحقيقة لاحظت حاجة خلال السنوات يعني السنتين اللي فاتوا أو السنة ونص اللي فاتوا حاجة غريبة شوية. الرياضة منافسة، والرياضة يعني الحقيقة يمكن مش عايزين نخرج بره أطار الرياضة، لكن لاحظت كمان وليه موسم صعب كمان، لاحظت أن هناك من يحاول بقدر الإمكان يفشل النادي الأهلي. في ناس بتشتغل وهمها بس إزاي النادي الأهلي يفشل أكتر ما يكون همها إزاي هم ينجحوا، ده شيء مهم جدا. كمان لاحظنا أن هناك النادي الأهلي برموزه بجمهوره بأعضائه بلاعبيه بجهازه بيتعرضوا للأسف للإساءة أو التطاول، ده أمر ما يمشيش في الرياضة. النادي الأهلي ما بيسيبش حقوقه، والنادي الأهلي بيعرف إزاي ياخد حقوقه بس بما يتناسب مع النادي الأهلي. النادي الأهلي قيمة كبيرة جدا، لو النادي الأهلي تدنى ونزل لهذا المستوى مش قيمة النادي الأهلي. قيمة الأهلي الأهلي بيرتفع، والأهلي ياخد حقه بالقانون وباللوائح واللوائح المنظمة. عشان كده احنا متمسكين بتفعيل القانون، متمسكين بتفعيل اللوائح اللي موجودة في الاتحاد الكرة، الاتحاد المصري لكرة القدم واللجنة الأولمبية، وهنسعى لده. مش عايز أخبي عليكم طبعا، لازم من حق أولادنا يفرحوا، من حق جمهورنا يفرح، من حق كل الحاضرين يفرحوا. يمكن برضو أنا الحقيقة في نجوم كبار شفتهم النهاردة اللي هم أساتذتنا وإن هم أخواتنا وإن هم شفتهم النهاردة، حاجة أسعدتني جدا. يعني النهاردة الكلام ده بقى لأولادنا والأبطالنا والجهازنا الفني والإداري، النهاردة بيطفي النور ده، بيطفي نور موسم فات، بطولتين الحمد لله فاتوا، بكرة الصبح النهاردة يطفي النور، بكرة الصبح نولع نور جديد إن شاء الله بإذن الله. بشكركم جدا وبشكر كل الناس الحاضرين، أشوفكم على خير إن شاء الله كل سنة بإذن الله، كل سنة وأنتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.